هذه المؤسسة سيصبح بإمكان جمعية آباء وأولياء الأطفال داوثة ثلث الصبغ 21 تطوير عملها الموجه بالأساس لفائدة هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على الإدماج التربوي والاجتماعي. نديروا واحد الفحص طبي شامل للطفل المصاب بهذه المتلازمه داون باش كنعرفوا مستوى ديال النمو الحركي والجسدي والذهني ديالو باش يمكن حنايا نوجهوه على حسب الاحتياج ديالو على حسب السن ديالو وعلى حسب التخلف الذهني اللي عنده. هذا الفضاء تمكننا اننا نحققوا حلم التكفل بالأطفال أولا في العمر الأول اللي هو عمر روض الأطفال وأيضا تتبع الطبي والطبي الموازي وطب الأسنان. تمكننا كذلك أننا نتكفلوا بالأطفال اللي هما متمدرسين ما بين 7 و 14 سنة طبعا في المدارس العمومية لكن كيجيوا للفضاء باش يستفدوا من الخدمات التربوية. نديروا لسانا هكا نهبطوا لسانا مزيان لتحت هكا ها ها بجد أشرف ها برافو زيد اي او عنديرو الترويض الطبي بمختلف أنواعه سيوفره المركز من خلال تجهيزات متطورة وأطر متكونة. ويوفر المركز كذلك للأطفال خاصة المنحدرين من عائلات معوزة إمكانية الاستفادة من أنشطة لتطوير مؤهلاتهم، كل هذا مع مواكبتهم وتتبع إدماجهم المدرسي والمهني عبر تنظيم عدة ورشات. باش تعطيهم واحد مثلا واحد لابيس باش يخدموها تيخص كيفاش بعدا توريهم ديك لابيس وديك لابيس شنو غادي دير مثلا اش غادير بها وكيفاش غادي توصلها لك المستوى اللي بغاوها هما يوصلوا لها. تعلمت البيتزا ولي طاج فوي وكيكا دي الشوكولا شادي كاي يا هذيك لي ساندويتش فلاش من الحال وكيما ماتريال مزيانة وكيما ماتريال بزاف كيما صباغة و صباغة والبانسور و كذا حاجة كاينين. هو إذن مركز جديد تساهم في إنجازه مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة إحدى جمعيات المجتمع المدني والموجه بالخصوص لتطوير قدرات أطفال في حاجة إلى الدعم.